بمديرية طنجة أصيلة على صمودهم وعلى ثباتهم وعلى تلبيتهم لنداء المكتب الإقليمي طنجة أصيلة ونداء المجلس الوطني رغم هذه الظروف. الله يرحمنا بمزيدا من المطر. جسد أساتذة طنجة سواء المفروض عليهم التعاقد او باقي يعني الفئات الاخرى بمعيه زملائنا بالمركز الجهوي للمهن التربيه والتكوين يعني شكلا نضاليا دعا له المكتب الاقليمي والذي بدوره التزم بمضامين البلاغ الاستعجالي الذي اصدره المجلس الوطني والذي دعا لخوض اضراب ثلاثه ايام مرفوق بوقفة أو أشكال احتجاجية حسب طبيعة الأقاليم. طبعا هذا الشكل الذي جسده أساتذة طنجة انطلق من أمام المديرية الإقليمية وتحول إلى مسيرة في اتجاه ساحة الأمم. هذا الشكل يأتي في سياق المعركة البطولية التي تخوضها التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم التعاقد من أجل الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين ومن أجل الحق في الإدماج في اسلاك الوظيفه العموميه ومن اجل اسقاط مخطط التعاقد. وايضا تاتي هذه الاشكال النضاليه ردا على المضايقات التي تطال الاساتذه والذين امطرتهم المصالح الخارجيه للوزاره بالمئات وربما الالاف من التنبيهات والاستفسارات والتهديدات بالعزل وتوقيف الاجره الى غير ذلك. طبعا كان لابد ان نرد على هذه التهديدات ونقول لمن يهم الامر، نقول الدوله الحكومه الوزاره النقيض اننا صامدون من اجل احقاق الحق ومن اجل الدفاع عن حقنا في الادماج. يا رفاق لقاء غدا سناتي ولن نخلف الموعدا، يا رفاق لقاء غدا سناتي ولن نخلف الموعدا. اليوم التحقنا بالمسيره ولا بالوقف الاحتجاجيه اللي دارتها اللي دعات لها التنسيقيه الوطنيه للاساتذه، ودرنا ومشينا في مسيره احتجاجيه حتى لهنايا. احنا كاساتذه متدربين في موقع المركز في المركز موقع طنجه كنعانيو من عده المشاكل، والمطالب ديالنا واضحه وديجا سطرناها اللي هي فصل التدريب الميدانيه عن التكوين في المركز ومشاكل أخرى كتتعلق بالمقصف إلى ما غير ذلك، وحتى المشاكل زعما كتتعلق بالفاليداسيون اللي هو الفاليداسيون ديال الاستيفاء ديال المواد، يعني الأستاذ ولا مهدد أنه في أي لحظة يعني يجمع حوايجه من المركز ويمشي بحاله زعما، حيتاش حنا دابا ما كنعتبروش أساتذة وإنما مجرد متدربين ولا طلبة غير كنديروا التكوين، وفي أي لحظة يعني إلا شي أستاذ زعما ما فاليدلك شي موديل هكا لسبب أو لعدة أسباب فإنك زعما غتقصى. شكرا. بخصوص الإضراب الوطني اللي قمنا شاركنا فيه في طنجة والمسيرة اللي قمنا بها كانت في إطار القرارات اللي خرجتها الحكومة ولا الوزارة التعليم خاصة في هذا الشهر هذا،
للاسف كانت قرارات تعسفيه ضد المبادئ اللي كيجا بها الدستور المغربي واللي جا بها الميثاق الوطني للتربيه والتعليم. التلميذ او المتعلم خصو يكون مركز ومحور المنظومه التعليميه والنظام التعليمي، لكن للاسف الوزاره ولا المجلس ولا الحكومه بصفه عامه كيهملوا هذا الجوهر اللي هو المورد البشري اللي هو العنصر البشري استاذا ومسؤولا واطرا ومتعلما. الضرر يزال. كندعو جميع الوزارات جميع المسؤولين انهم يراجعوا خطا كيوقع ولا باس بذلك، والضرر بالضرر لا يزال. التعسف والظلم والاحتكار واستخدام القوى المخزنيه واستخدام التهديدات لا يغني ولا يسمن من جوع. كنتمنى ان رسالتكم وصلت، والاساتذه المتدربين حتى هما كيدعموا القضيه كما الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، وشكرا. طنجة أصيلة الذين ساهموا كل من موقعه وبصفته في انجاح هذا الشكل النضالي. الاشكال النضاليه بدون الاساتذه لا يمكن ان تنجح. المكاتب والهياكل مجرد ادوات تنسيق فقط. الاساس